حقيقة أخي الكريم، يعني طيل الفترة الماضية، يعني لا حتى ليبيا فقط، حتى الدول الإسلامية الأخرى، يعني مع بداية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ألاحظ أن السلع الأساسية تحديدا والخضروات ترتفع، وأحيانا يعني ارتفاعها يكون بنسب كبيرة وكبيرة جدا، وهذا ما لاحظناه الآن في الخضروات تحديدا. يعني بدأت المؤشرات تبين أن هناك ارتفاع في أسعار الخضروات، ومن المتوقع أن يكون الارتفاع أكبر. دائما عندما نتحدث من ناحية اقتصادية، يعني الذي يحدد سعر السلعة هو تفاعلات قوة طلب والعرض. يعني عندما يكون الطلب على السلعة كبير مقارنة بالكميات المعروضة منها، أو حتى التاجر عندما يتوقع أن الطلب على هذه السلعة سوف يكون كبير خلال الفترة القليلة القادمة، لا شك أنه سوف يرفع السعر، وبالتالي السعر يتحدد بناء على تفاعلات قوة الطلب والعرض. ولهذا ما نشاهده الآن، يعني الكل نتحدث عن العارضين أو البائعين أو التجار، يتوقعوا أن راح يكون في طلب خلال الفترة القليلة المقبلة. نعم طيب، لاحظوا ارتفاع تدريجي في الـ في الـ في في الأسعار. هذا شيء طبيعي، لأن لا يوجد رقابة على الأسعار، ما في جهة تحدد أو تضبط الأسعار، فبالتالي راح يكون الأمر متروك لتفاعلات قوة الطلب والعرض. هذه هي الحقيقة، وهذا ما لاحظناه طيلة السنوات الماضية. نعم طيب، يعني تتجه الآراء كما شاهدنا في الاستطلاع قبل قليل، أن هناك من يتحكم في السوق ويحتكر الأسعار، كيف توضح ذلك؟ صحيح، هو في بعض الأصناف من السلع عندما تكون محتكرة، احنا نقول احتكار قلة، يعني مجموعة من التجار هم من يحتكروا هذه السلعة، لا شك سوف يفرضون السعر، مش راح نتكلم على تكلفة من التجار بحيث انه يكون السعر في حده الأدنى، ولكن عندما يكون تكون السلعة محتكرة لدى قلة من التجار، يعني عندما نتحدث عن احتكار قلة، لا شك أن الأسعار ربما يعني تتضاعف أعلى بكثير من السعر الذي يفترض أن تباع به. ولكن بشكل عام أقول السوق الليبي بشكل عام، راهي الأسعار تتحدث بناء على تفاعلات قوة طلب والعرض، راهو لأن نستطيع القول في أغلب السلع راهو السوق مفتوح للجميع مع بعض الاستثناءات. على سبيل المثال عندما نتحدث على البصل، على سبيل المثال مرفع أسعاره لأرقام قياسية، الآن ما المعروضة أصبحت بسيطة، إحنا تقريبا أكثر من 75% من البصل استورد فيه من الخارج، مصر وغيرها، في أزمة عندما نتحدث عن الهند وباكستان والفيضانات إلى غير ذلك. ربما أصحح لك معلومة أستاذ عبد الحميد، يعني ارتفاع البصل مؤخرا تم استيراده من دولة لبنان. إيه شوف أستاذ، نعم عندما نتحدث على أكبر منتجي البصل في العالم، يعني انخفض إنتاجهم بكميات كبيرة، الباكستان والهند. نعم. مصر اللي كنا نستورد منها إحنا أصبحت تبحث على أسواق أخرى. بعد نتكلم على القاعدة الرئيسية، بعد ينخفض العرض لا شك أن الأسعار راح تزيد، وبالتالي هذا ما لاحظناه للأسف ليبيا، يعني نتحدث على مساحات شاسعة يعني قابلة للإصلاح الزراعي، لا يمكن أن تكون يعني أكثر من 50-60% من الاحتياجات الخضروات والفواكه نستورد فيها من الخارج، فبالتالي أي تقلبات في الأسعار راح تأثر مباشرة. إذا كانت الكميات المنتوج فيها كبيرة والمعروض كبير، لا شك أن الأسعار تنخفض. أنت أحد المتداخلين قال لك والله البرتقال تقريبا 3 كيلو بعشرة دينار، يعني أسعارها مقبولة جدا. ليش؟ لأن الكميات المعروضة كبيرة، فبالتالي التاجر مضطر أنه راح يخفض السعر بيش يصرف هذه الكميات الكبيرة. بعد تنخفض الكميات المعروضة ويكون المعروض أقل، راح ترتفع الأسعار. ولهذا هو ربما هذه الأزمات اللي نشوف فيها مؤقتة، والدليل ربما مع منتصف شهر رمضان المبارك ترجع الأسعار على ما كانت عليه ربما أقل. لماذا؟ لسببين رئيسيين، أولا الطلب راح يكون أقل، ثانيا أن التاجر يتوقع أن انخفاض أكبر في الكميات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي الآن مضطر أن يخفض الأسعار. ولهذا اللي يحدد السعر هي تفاعلات قوة الطلب والعرض. رأوا ما فيش إحنا مش في المدينة الفاضلة، ما فيش تاجر بيقول لك لا والله ظروف الليبيين واحتياجاتهم وشهر رمضان. لا، التاجر إذا كان سعر السلعة 5 دينار ويقدر يبيعها ب20 راح يبيعها ب20، هذه هي الحقيقة. فبالتالي اللي يحكم الأسعار للأسف الشديد
هي تفاعلات قوة طلب والعرض ولا توجد أي رقابة على الأسعار من أي جهة. طيب من ناحية أخرى أستاذ عبد الحميد، يعني في المدة الماضية أعدم عدد من المزارعين محاصيلهم من الطماطم لعدم وجود مشتري لها أو عدم مقدرتهم من إيصال منتجاتهم للمدن الكبرى، كيف يعني أو ما هي إمكانية إصلاح هذا الأمر؟ والله شوف، هي عندما تحدث عن الإنتاج الزراعي بشكل عام، هذه رأي أولي الدولة، نتكلم على استراتيجية الدولة، نتكلم على قطاع الزراعة، كيف تنهض بالقطاع الزراعة، كيف تساعد المزارعين عندما نتحدث على اليوريا وعلى الأسمدة لغير ذلك، كيف نحاول أن نوفر هذه الأسمدة وهذه المستلزمات الزراعية بأسعار مدعومة، كيف نحاول أن نوصل الإنتاج الزراعي بتاعي لأغلب مناطق ليبيا، كيف حتى نسهل المزارعين أنهم يصدروا إنتاجهم إلى دول الجوار. فهذه رأي حقيقة تقع على عاتق مسؤولية الدولة مش مسؤولية التاجر. إحنا نشوف مثلا على سبيل زي ما ذكرت أنت محصول الطماطم، فبالتالي نأكد لك خلال العام المقبل مش هتلقى ناس أو مزارعين راح يزرعوا طماطم. ليش؟ يقول لك والله نخاف يحصل معي مثل ما حصل العام الماضي، وهذا راح يأثر على كمية على الإنتاج، وهذا راح يأثر على الأسعار، وهذا ربما يدفع مزيد من ارتفاع معدلات البطالة إلى غير ذلك. فهي استراتيجية الدولة، كيف أنت كدولة كيف تزيد من الإنتاج الزراعي، كيف تزيد الناتج المحلي من الإنتاج الزراعي، فهي مسؤولية الدولة وعلى رأسها كيف ندعم المزارعين. ليبيا للأسف الشديد يعني عندك أنت أراضي كبيرة جدا صالحة للإصلاح الزراعي، ليش ما يكونش في توجيه من قبل الدولة؟ هذه نتكلم على خطط استراتيجية، ما نتكلمش على فلاح ولا اثنين ولا في منطقة ولا في مدينة، نتكلم على ليبيا كاملة.